نشرة الظهر من القناة الوطنية الأولى ونستهلها بالعناوين. عودة الهدوء إلى مفترق حي النور وسط مدينة القصرين بعد عمد عدد من شباب الجهة إلى حرق العجلات مساء أمس وغلق الطريق احتجاجاً على وفاة مصور تلفزي. وحدة معملية ثالثة في مجال تصنيع الجبس في تطاوين تدخل حيز الاستغلال نوفمبر القادم تنشيطاً لحركة التصدير والطاقة التشغيلية بالجهة. وزير الخارجية التركي يؤكد عزم بلاده العبور إلى شرق نهر الفرات شمال سوريا في أسرع وقت ممكن بعد سحب الولايات المتحدة قوتها من هناك. أهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذا الموعد الإخباري. عاد الهدوء في ساعة متأخرة من الليلة الماضية إلى مفترق حي النور وسط مدينة القصرين بعد أن شهد مع حوالي الساعة 7 مساء حرقا للعجلات المطاطية وإغلاقا للمفترق من قبل عدد من الشباب احتجاجا على وفاة المصور التلفزي عبد الرزاق الزرقي الذي أقدم ظهر أمس على الانتحار حرقا بعد أن أضرم النار في جسده في ساحة الشهداء وسط مدينة القصرين. عاد الهدوء في ساعة متأخرة من الليلة الماضية إلى مفترق حي النور وسط مدينة القصرين بعد أن شهد حوالي الساعة 7 مساء حرقا للعجلات المطاطية وإغلاقا للمفترق من قبل عدد من الشبان احتجاجا على وفاة المصور التلفزي عبد الرزاق الزرقي الذي أقدم ظهر أمس على إضرام النار في جسده في ساحة الشهداء وسط مدينة القصرين. النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين كانت حاضرة لتوديعه إلى مثواه الأخير وأعلنت على خلفية ذلك سلسلة من التحركات الاحتجاجية قد يكون من بينها الإضراب العام في القطاع. اليوم زملاء صحفيين وزملاء مصورين صحفيين يشتغلون في ظروف لا إنسانية بالمرة، ظروف يعني تدعو إلى الإحباط واليأس. لذلك اليوم احنا نقف كنقابة بكل قوة ندعو زملائنا ندعو الصحفيين للتوحد، واليوم يلزم الرد قوي جدا. احنا اليوم المكتب التنفيذي سيجتمع اليوم بعد الظهر وسيقرر سيتخذ قرارات من بينها مطروح الإضراب العام في القطاع. ثم شكون يخدم بقل من 200 دينار؟ هذوما المصورين التلفزيين اللي هم مرافقين للصحفيين يتنقلوا على المكان ويغطوا في العمليات الارهابيه ويغطوا في الكوارث الطبيعيه ويغطوا في اللي تتصوروا انت الكل. اليوم معناها يعانوا في اشكال هشه تشغيل وما ثماش تغطيه اجتماعيه. اليوم في اعتقادي انه يلزمنا ننطلقوا من الحادثه هذه، يلزم نقابه الصحفيين تفعل الاتفاقيه الاطاريه مع المؤسسات الاعلاميه مؤسسه كل مؤسسه وحدها معناها لضمان حق المراسلين في الجهات. ما صار حتى شيء في القصرين، عبد الرزاق حرق روحه لانه القصرين من 2011 اليوم ما تقدمتش بل وخرت. هذا وقد استلمت العائله جثمان ابنها من المستشفى ليشيع الى مثواه الاخير في جنازه حضرها اهل القصرين وعدد من الصحفيين. وحدة معملية ثالثة في مجال تصنيع الجبس تدخل حيز الاستغلال نوفمبر القادم في ولاية تطاوين الثرية بهذه المادة الإنشائية، هي خطوة إضافية في طريق خلق منطقة صناعية مختصة في مجال صناعة الجبس من شأنها خلق مواطن شغل إضافية وتنشيط حركة التصدير، مسعى يرمي إلى جعل القطب الصناعي الجديد المزمع إنشاؤه المركز الأول في تصنيع الجبس قارياً. جبال تطاوين زاخرة بالمواد الإنشائية بمختلف أنواعها، تحتوي على 65 مليار طن من مخزونها في مادة الجبس، وهي المرتبة الثانية عالميا من حيث المخزون في مادة الجبس. أحسن نوعية زاد في العالم حسب الخبراء. طبعا دونك عندنا بوتنسيال لازم نستغلوا الثروات الطبيعية، وذاك علاش قاعدين نشجعوا احنا حقيقة في الاستغلال في الاستثمار في القطاع هذا. هذه وحدة من الوحدات إن شاء الله الجيل الجديد نتاع الوحدات نتاع الجبس في الجمهورية التونسية. في تطاوين باش تولي العاصمة نتاع الجبس إن شاء الله على المستوى القاري ولما لا على المستوى العالمي ان شاء الله. تطاوين فيها قرابه 65 مليار طن من الجبس، الجبس نتاعها يتميز بالنقاوه العاليه وعندها انديس دو بلونشور معناها كبير ياسر في حدود 86%. معناها الشيء اللي خلاها معناها الاستعمالات نتاعها تكون للجبس المصنع بجميع انواعه. هذه الثروة الطبيعية استقطبت إليها المستثمرين في مادة الجبس، فجهة تطاوين تعرف بناء مصنع هام وهو المصنع الثالث في نفس الاختصاص من ضمن قائمة من مطالب الرخص للاستثمار في تصنيع الجبس. تلق في ماي 2012 بالتكلفة نتاعو ان شاء الله باش تكون في حدود 30 مليون دينار.
الطاقه التشغيليه نتاعو بعد اكتمال المراحل نتاعو الكل باش توصل ل 150 بصفه مباشره. الانتاج نتاعنا اللي هو ماده الجبس ان شاء الله باش يكون منها 70% تصدير و30% للسوق المحليه. منطقه صناعيه الجزء الاول في 25 هكتار وهي بصدد الاقتناء الجزء الثاني في 25 هكتار ايضا. هذه منطقه بالاساس هي مقرر انها تكون منطقه للمصانع الجبس حتى تكون منطقه صناعيه وتجميع مصانع الجبس. المنطقه هذه طبعا تم اقتنائها والان بصدد الربط بالكهرباء وتنطلق في اقرب الاجال الربط ايضا بالماء، وهذه المنطقه بتوضع على ذمه الصناعيين المستثمرين في قطاع الجبس. ثروات طبيعيه هامه تميز ولايه تطاوين منها البتروليه تنضف اليها المواد الانشائيه، ثروات من شانها ان تجعل من تطاوين قطبا تنمويا بامتياز. بمناسبة حلول السنة الإدارية الجديدة تشهد المحلات ذات الصبغة الغذائية وخاصة التي تنشط في مجال صنع المرطبات ولحوم الدواجن حركية كبيرة ترتفع معها عمليات الغش. وفي هذا الإطار انطلقت اليوم حملة مراقبة وطنية أعطى إشارة انطلاقها وزير الصحة عبد الرؤوف الشريف، الهدف منها التصدي إلى عمليات الغش والبيع العشوائي للمرطبات والدواجن التي يرتفع استهلاكها في هذه الفترة وحماية صحة المستهلك. الحملة هي سايرة على طول السنة، لكن بمناسبة الحفلة ومناسبة رأس السنة ركزنا وتكون في كامل تراب الجمهورية. اليوم 165 فريق باش ينطلقوا في كامل تراب الجمهورية، تو باش يخرجوا من هوني باش ينطلقوا في كامل تراب الجمهورية 165 فريق باش يغطيوا هالمراكز هذيا ويتفقدوا المراكز هذيا. البائعين العشوائيين راهو ما تنجمش نعرفهم، أما كل نقطة تتحط فيها مبيع نتاع حلو نتاع دواجن كل شيء باش الفرق هذيا باش تمشي تزورها. وقت اللي يلقى السيد عنده ورق ولا ما عندوش ورق هذيك السانكسيون باش تكون دوبل، باسكو السيد ما عندوش حتى تواجد قانوني. اما احنا نمشيو للمراكز اللي معروفه والمراكز الغير معروفه كي نمشيو لها زاده كيف 12 ديسمبر تو وقفنا طرناطه ونص جاتو برك هذايا طرناطه ونص من 12 ديسمبر 5000، اما كان تاخذ المستوى على طول السنه بالالاف. نظمت جمعية العمل الثقافي بالزارات من ولاية جابس الدورة 18 لمهرجان المحار البحري، وقد تخلل العمل الثقافي لوحات فولكلورية لمجموعة من فرق الفنون الشعبية من داخل وخارج البلاد مع حضور عدد كبير من سكان المناطق المجاورة. نظمت جمعية العمل الثقافي بالزارات الدورة 18 لمهرجان المحار. الدورة 18 المهرجان الوطني المحار بالزارات تتميز بالعروض الدولية، يعني سعينا على الشيء هذايا تحضيرا لان ان شاء الله نسعى به المهرجان باش يكون دولي. هاك يقول مهرجان يعني احتفال للبلده وللاهالي وعرس الزارات، وان شاء الله وان شاء الله الناس بمناسبه عطله زاده تتفرهدوا فيها عروض فنيه عروض ثقافيه معارض للناس والثقافه كلها وسعي الى يعني تنشيط المنطقه ككل. لوحة فرجوية لمجموعة من فرق الفنون الشعبية من داخل البلاد وخارجها ميزت العرض الافتتاحي لهذا المهرجان الذي تسعى هيئته ليكون دوليا. فرقة مصرية، فرقة سهر الليالي من مصر، وفرقة الفنون الشعبية بشقيقة ليبيا، وكان في البرنامج فرقة الجزائر لكن تعذر عليه في مهرجانات أخرى إن شاء الله، وإن شاء الله الدورات الجاية تكون أحسن ويكون بالفعل مهرجان دولي إن شاء الله. الجمهور الذي تابع هذا العرض قضى وقتا ممتعا مع مختلف اللوحات التي تم تقديمها وتحدث عن حاجة الزارات لمثل هذه التظاهرات الثقافية. مهرجان باهي وتنظيم باهي كل شيء باهي، وباش يزيدوا يعملونا في المحار خاطر المحار انقرض. أول مرة نحضر أما معناتها حاجة جديدة بالنسبة لي بالرغم بنت المنطقة. سمح مهرجان الزارات سمح ياسر. على الوكر نكتب من القريحة فني مارس الدرة وشعبها المتهني ربي كرمها بنعمته مجزاها. الأكلة الشعبية لم تغب عن هذا المهرجان بما فيها من خصوصية. ميز بالبرقوقش والكسرة مطبوخة والشيشة، فما الجديد العصبان الجديد ما زلنا محافظين عليها الأكلة هذه اليوم قاعدين ناكلوا فيها ما خرج منها هي. الزارات من المدن الساحلية الجميلة، وهذا المهرجان يعكس الأهمية التي يمثلها المحار لسكان هذه المدينة. اختتمت فعاليات أعمال الملتقى القيروان لمسرح الطفل الذي انتظم بالمركب الثقافي أسد بن الفرات، وقد انتهت فعاليات الدورة بعرض تنشيطي وألعاب للأطفال إلى جانب معرض للكتاب وإصدارات مخصصة للطفل.
ورشات مختلفة، عروض مسرحية ومعرض للكتاب، هكذا كان اختتام ملتقى القيروان لمسرح الطفل بالمركب الثقافي أسد بن الفرات. هو نشاط تشاركي بامتياز ينظم المركب بالاشتراك مع جملة من مؤسسات مركز فنون درامية، مندوبية التربية، مندوبية المرأة والأسرة والمكتب الجاوي للتربية والأسرة. يرتكز على زوز نقاط مهمين، فما الجانب التكويني التعليمي والجانب الترفيهي. عمل ثقافي تشاركي بامتياز حبيناه يتوجه للعائلات والأطفال، وشفنا حضور خاصة الحاجة اللي فرحتنا سنة أنه جات أعمال مسرحية من مندوبية التربية من مؤسسات تربوية ريفية، يعني من بوحجلة من دار جمعية مشراردة، وهذا يعني شرفنا وبالعكس يزيد حملنا المسؤولية أكثر أنه الملتقى ينفتح على محيط وعلى كامل معتمديات ولاية القيروان، ولما لا يعني يكون وطني ويأخذ حتى صبغة أخرى إقليمية أو عربية. أطفال من مؤسسات تربوية من عديد المعتمديات شاركوا في الملتقى الذي كان فرصة لإبراز مواهبهم. هو يتزامن مع اختتام شهر حماية الطفولة. المسرح وكل الفنون عندها رسائل تربوية. من الرسائل التربوية اللي سناح بدنا نركز عليها كالمندوبية الجهوية للمرأة والأسرة والطفولة بالقروان هو شهر حماية الطفولة وحماية الطفولة بشكل عام. اليوم هو اختتام لشهر الحماية وهو فرح للأطفال، وكيف كيف هو آخر معتها اختتام ملتقى الجهوي لمسرح الطفل. دونك كل الفنون الموجهة للأطفال صب في واد واحد هو رسائل تربوية هادفة. شاركت في ورشة الرسم. كنت قاعدي وابخ في طفلة ورسيحة بيت موصلها ليل عنف. وقد توافد عدد كبير من الأطفال والأولياء للاستمتاع بأجواء الملتقى الذي تزامن مع العطلة المدرسية. بمناسبة عطلة الشتاء والاحتفالات بالذكرى الثامنة للثورة، نظمت المكتبة العمومية بمنزل تميم من ولاية نابل، نظمت تظاهرة بعنوان مكتبتي تحتضن موهبتي، وتضم التظاهرة عديد الورشات إضافة إلى عروض مسرحية ومسابقات في الرسم والإنتاج الكتابي مع عرض تنشيطي للأطفال. إحياء للذكرى الثامنة لثورة 14 من جانفي وتنشيطا للمكتبات أثناء العطل المدرسية، احتضنت مكتبة منزل تميم تظاهرة مكتبتي تحتضن موهبتي. التظاهرة رغم بساطتها استبطنت عديدا من المضامين التربوية والمعرفية، كان أساسها إرجاع هيبة الكتاب والحنين إلى المطالعة ضمن فقرات تنشيطية فنية متعددة. التظاهرة هذه حاولنا أن تكون متنوعة، فيها مسابقات في الرسم، فيها مسابقات في الإنتاج الكتابي، فيها ورشات مفتوحة في الرسم كما خلطوا عليها اليوم، فما زاد تكريم في الاختتام تكريم للفائزين في المسابقات، ثم تكريم أحد المشاركين في المشتركات في المكتبة العمومية بمنزل تميم واللي تحصلت مؤخرا على الجائزة الوطنية لأوفى المطالعين. تراوح الأنشطة بين الرسم والتمثيل وتعددها أماطت لثاما عن مواهب عديدة استوحت بتلقائيتها أفكارها من المحيط البيئي والواقع الاجتماعي، فبدت تستودع مستقبلا زاهرا ومبدعين ربما كان لهم شأن في قادم الأيام. عالم تونس مش نثور على خاطره يدخل في الثورة وكل شيء. ركزت على التلامذة كيفاش في البيئة ويتجسموا معها انجزين معها وكيفاش يحافظوا على البيئة وعلى الأشجار وما يكسروش وما يتعيشوش له صح. حبيت نركز على معناها الطبيعة، معناها حياتنا في البرية، معناها حبيت نوري اللي نحنا لازمنا نحافظ على معناها نظافة الطبيعة متاعنا. تظاهرة رغم بساطتها وجدت ثقلا إيجابيا لدى الناشئة، فباتت المكتبة بعد أن كانت أمة معرفة وعلم محضنة للفنون. عبر عدد من الأحزاب السياسية في بيانات لها أمس عن استنكارها لجريمة القتل التي راح ضحيتها رئيس جمعية الجالية الإيفوارية بتونس فاليكو كوليبالي بعد تعرضه للاعتداء بواسطة آلة حادة بجهة دار فضال سكرة عند دفاعه عن نفسه أثناء محاولة افتكاك هاتفه الجوال من قبل مجموعة من المنحرفين. وقد ندد حزب المسار الديمقراطي الاجتماعي بتكرر الأعمال الإجرامية التي تستهدف المواطنين بما في ذلك المهاجرين من دول إفريقية جنوب صحراوية، وبدورها نددت حركة النهضة بهذه العملية الإجرامية التي استهدفت أحد مواطني الجالية الإفريقية ببلادنا
مؤكدة أن مثل هذه الوقائع المعزولة لن تزيد العلاقة بين الشعبين التونسي والإيفواري إلا متانة ورسوخا. كما عبر حزب أفاق تونس عن استنكاره الشديد لهذه الجريمة النكراء وأعرب عن تضامنه الكامل مع الجالية الإيفوارية بتونس، داعيا السلطات التونسية إلى التحقيق بكل جدية لكي يتم التثبت في تفاصيل الجريمة حتى يأخذ القضاء مجراه. وإلى أخبارنا العربية والدولية، وفي العاصمة الليبية طرابلس ذكرت مصادر إعلامية أن انفجارا قويا هز مبنى وزارة الخارجية الليبية في العاصمة طرابلس مخلفا قتلى وجرحى. وصرح مسؤول في وزارة الخارجية بحكومة الوفاق بطرابلس أن الهجوم إرهابي نفذه انتحاريان قتل أحدهما بعدما فجر نفسه وقتل الآخر برصاص قوات الأمن. أكد وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو اليوم عزم بلاده دخول مناطق شرق الفرات في الشمال السوري في أقرب وقت ممكن، وذلك في إطار اتفاق تركي أمريكي على استكمال تنفيذ خطة خارطة الطريق لمدينة منبج السورية قبل انسحاب القوات الأمريكية من الأراضي السورية. قبل تحديد الولايات المتحدة الأمريكية لجدول زمني يتم بموجبه تنفيذ قرار انسحاب قواتها العسكرية من الأراضي السورية، سارعت تركيا المتحمسة لحل محل القوات الأمريكية بشمال سوريا بإرسال تعزيزات عسكرية إلى الحدود التركية السورية في خطة ظاهرها التنسيق لتفادي فراغ في السلطة هناك وإحلال السلام، وباطنها غزو الشمال السوري واستهداف مسلحين أكراد تلقوا تدريبا عسكريا أمريكيا في المنطقة وفق مراقبين. مصادر أعلامية نقلت اليوم عن وزير الخارجية التركي مولود جاوش أغلو قوله إن أنقرة عازمة على العبور إلى شرق نهر الفرات بشمال سوريا في أسرع وقت ممكن، وذلك في إطار استكمال اتفاق تركي أمريكي بشأن مدينة منبج السورية. وكانت تركيا التي أعلنت سابقا أنها تستعد لشن عملية عسكرية في المنطقة قد اتفقت مع الولايات المتحدة بموجب خارطة طريق منبج على انسحاب وحدات حماية الشعب الكردي بالكامل من المدينة، والتي تعتبرها أنقرة منظمة إرهابية. وبشأن المخاوف الأوروبية من قرار انسحاب القوات الأمريكية من سوريا وتمسك فرنسا بإبقاء قواتها لحماية سكان الشمال السوري، قالت أنقرة أن باريس لن تجني شيئا من إبقاء قواتها هناك لحماية وحدات الشعب الكردي، مضيفة أنها قادرة على القضاء على ما تبقى من فلول تنظيم داعش الإرهابي بمفردها. تسود اليوم بالسودان حالة من الترقب لإعلان إضراب عام بعد أن شهدت أمس عدة مدن سودانية إضرابا عاما استجابة لدعوة تجمع المهنيين السودانيين في إطار موجة احتجاجات واسعة بدأت الأربعاء الماضي، ودعت إلى استقالة عمر البشير وتشكيل حكومة انتقالية. من جانبه حذر البشير المواطنين من الاستجابة لما أسماهم محاولات زرع الإحباط، واعدا بإجراء إصلاحات حقيقية في البلاد. أعلنت وكالة إدارة الكوارث في إندونيسيا اليوم ارتفاع حصيلة ضحايا موجات المد العاتية تسونامي التي ضربت المنطقة الواقعة حول مضيق سوندا مؤخرا إلى 429 قتيلا وما يفوق 1400 مصاب. حاصلة جديدة من الضحايا استفاق عليها اليوم سكان المناطق المنكوبة في إندونيسيا جراء التسونامي الذي ضرب جزيرة جاوا وسومطرة السبت الماضي. فمع تواصل عملية البحث عن المفقودين الذين يعدون بالعشرات ارتفعت حاصلة القتلى إلى 429 شخصا، فيما فاق عدد المصابين 1400 شخص. وعلى طول الساحل الغربي لجزيرة جاوا المدمر جراء سلسلة أمواج المد العاتية التي اجتاحتها تكثفت جهود البحث عن مفقودين وتنوعت الوسائل لذلك. فإضافة إلى المعدات الثقيلة والكاميرات الخاصة استخدمت فرق الإنقاذ الطائرات والكلاب البوليسية للبحث عن ناجين بطول السواحل. ويؤكد مسؤولون أنه سيتم توسيع منطقة البحث أكثر إلى الجنوب في وقت تتوقع فيه السلطات العثور على المزيد من الضحايا، فيما بات آلاف الأشخاص بلا مأوى بعد أن ضربت الأمواج منازلهم وسوت عددا كبيرا منها بالأرض.
جهود البحث والإنقاذ تأتي في وقت يستمر فيه انبعاث الرماد من أناك كاراكات والجزيرة البركانية التي أدى انهيار كتلة منها بسبب ارتفاع المد يوم السبت إلى توليد أمواج اجتاحت مناطق ساحلية على جانبي مضيق سوندا، وفي وقت أيضا حثت فيه السلطات الإندونيسية المواطنين على الابتعاد عن الشواطئ بسبب مخاوف من تسبب الثوران المستمر لبركان كاراكاتوا في حدوث المزيد من موجات التسونامي. وقد فر اليوم مئات الأشخاص وعمال الإنقاذ إلى المناطق المرتفعة في قرية سومر بإقليم بانتان بعد انتشار شائعة مفادها أن كارثة تسونامي أخرى قادمة. ثار بركان جبل أنتا الإيطالي أعلى وأنشط البراكين في أوروبا مطلقا دفقات من الرماد في السماء، ما دفع السلطات إلى إغلاق مطار كاتانيا على الساحل الشرقي لجزيرة صقلية. وذكر المعهد الوطني لعلم طبقات الأرض والبراكين في إيطاليا أن نحو 130 هزة أرضية ضربت البركان، مشيرا إلى أن أقوى الهزات سجلت 4 درجات بمقياس ريشتر. وسجل المؤشر القياسي في بورصة طوكيو للأوراق المالية انخفاضاً وصل إلى أدنى مستوياته منذ 20 شهراً بعد تفاقم خسائر وول ستريت التي شهدت هبوطاً حاداً في أسهمها، ما أدى إلى انزلاق الأسهم على مؤشرات ستاند أند بورز. وتراجع أسهم عدد من الشركات اليابانية الكبرى وهي تويوتا موتور وسوني ومجموعة ميتسوبيشي يو اف جي المالية. يذكر أن المؤشر القياسي تراجع ب 5.01% ليغلق عند 19155.74 نقطة، وهو أقل مستوى منذ أواخر أبريل 2017. وفي أخبار رياضة، أعلنت الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة اليوم بأن مباراة اتحاد تطاوين والنادي الإفريقي المؤجلة الأسبوع 9 ستقام بعد غد بملعب نجيب الخطاب بتطاوين انطلاقا من الساعة 2 ظهرا بإدارة الحكم نضال بالطيف. وبالرياضة نصل إلى ختام النشرة مشاهدينا الكرام، ونذكركم بعناوينها: عودة الهدوء إلى مفترق حي النور وسط مدينة القصرين بعد عمد عدد من شباب الجهة إلى حرق العجلات مساء أمس وغلق الطريق احتجاجا على وفاة مصور تلفزي. وحدة معملية ثالثة في مجال تصنيع الجبس في تطاوين تدخل حيز الاستغلال نوفمبر القادم تنشيطا لحركة التصدير والطاقة التشغيلية بالجهة. وزير الخارجية التركي يؤكد عزم بلاده العبور إلى شرق نهر الفرات شمال سوريا في أسرع وقت ممكن بعد سحب الولايات المتحدة قوتها من هناك. ونشير إلى أنه بإمكانكم متابعة هذه النشرة وغيرها من الأخبار على بوابة التلفزة التونسية. تحية طيبة وإلى اللقاء.